إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. يستعيد فريق الوداد الرياضي خدمات يحيى جبران في مباراة يوم غد أمام الهلال السعودي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعات لكأس الملك سلمان للأندية. واستنفذ جبران عقوبة الإيقاف بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أهلي طرابلس الليبي عقب تعرضه للطرد في اللقاء الأول ضد السد القطري. وستشكل عودة عميد الوداد الرياضي يحيى جبران إلى التشكيل الأساسي لفريق الوداد دفعة معنوية للاعبين أمام الهلال لتحقيق التأهل للدور ربع النهائي للبطولة العربية. ويواجه فريق الوداد الرياضي منافس الهلال السعودي يوم الأربعاء على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية المحالة انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بتوقيت المغربي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.